مساء الخير. كأن الزمن قد توقف على الألم والحزن والخيبة، كأن الحياة رفعت بوجوهنا عصاها لتؤنبنا. نحمل أنفسنا أخطاءنا في مكان ما لنصل إلى ما نحل إليه. نحمل أنفسنا كشعب بعض المسؤولية، لكننا ننتفض ونحاول، وفي أي مجال نحاول الصعود من الهاوية. نحن في جمعية تقدم المرأة بالمشاركة مع المجلس الثقافي للبنان الجنوبي الممثل بالأستاذ كامل جابر، نحاول دائما وتحاولون معنا نخبنا المثقفة حضورا عزيزا ربما أقل من تطلعاتنا، لكن على قدر إمكانياتنا نحاول أن نستمر بالحياة. نبض الحياة اليوم هو تحية للفنانة المبدعة الغائبة سحر طه في ذكراها الرابعة. أهلاً وسهلاً. إنسانة تجمع في شخصيتها كل ما هو جميل، كل ما هو راقي، وكل ما يلمس الأحاسيس. سحر طه شمعة أضاءت كثيراً وذابت باكراً. يتبادر للذهن أن كل من سرق طريق الفن استسهله وكان رصيده الوحيد. سحر طه غيرت هذه القناعات، فهي خريجة ماجستير إدارة أعمال، صحفية، كاتبة، مقدمة تلفزيونية. ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي أقامت في منزلها لقاء الجمعة الثقافي، مؤسسة ومستضيفة. دكتوراه فخرية من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة، انحازت إلى الموسيقى الطربية الهادفة، فتخصصت بالعزف في المعهد الوطني العالي للموسيقى. تكرمت في نادي الشقيف والمجلس الثقافي الجنوبي وبيت المصور و اختصرت الكثير. فهي عضو شرف في مؤسسة منير بشير للعود، وبصورتها طابع بريدي من ولاية ميشيغان. صاحبة هذه المسيرة الأكاديمية عذبة الصوت، رائعة العزف، أكملت بهما المسيرة عزفاً وغناءً وعلماً. هي من قالت: أسكن بيروت وبغداد تسكنني. وقد لمست ذلك بإحدى حفلاتها. تحضن العود كأنه العود الوحيد في الدنيا. تغني التراث العراقي بكل الحنين وكل الشجن. تخيلتها لوحة شرقية ثمينة على جدار قصر بغدادي. إنها كتلة من الأحاسيس والرسالة واحترام الذات والصوت الشجي. هذبت الآذان بالغناء الراقي، وقد أصبح غناء هذا العصر أنثى بثوب براق. قالت صديقتها: سحر كائن من عطر وماء. فعلا سحر بذلت كل العطر، تألمت، أزلت الستار وغابت، لكن البقاء بعد الغياب نوع من الخلود. مع كلمة الأندية والجمعيات، مع الزميل الأستاذ
كامل جابر. يسعد مساكم السادة الحضور، الضيوف الكرام، الأستاذ سعيد طه. لأنها حاضرة في وجداننا لم تغادر، نلتقي باستمرار حول اسمها وما أغنت به دنيانا بفائض الحب والصوت وسحره وبعذب العزف والموسيقى والتقاسيم على أوتار أوردتنا وهذا السيل من الكتابة حول قضايا الفن والموسيقى والأصالة العربية النقية التي حملت لواءها في كل ما فعلت أو قدمت أو أبدعت. هي سحر الخفاجي طه، الفنانة العازفة الموسيقية الإعلامية، أيقونة الجمال البغدادي العربي، النائمة بهدوئها المعهود في ثرى النبطية التي أحبت وأحبتها، تركن في حضنها منذ 4 سنوات إلى السكينة والراحة بعد عذابات طويلة في مواجهة المرض الخبيث ومقاومته بملء الجوارح، حتى أنهك أخيرا قواها وصمودها واستلبها من عالمنا الذي زينته بحضورها الشفاف إلى رحمة بارئها. نتذكرك يا سحر ونشتاق إلى خاماتك الأصيلة إنشادا وعزفا وحضورا، إلى لونك البغدادي الشجي، إلى تواضعك وأنت المحلقة تميزا وإبداعا. فنتذكرك ونهدي إلى روحك كل مودة وامتنان باسم جمعية تقدم المرأة في النبطية والمجلس الثقافي للبنان الجنوبي والأندية والجمعيات والفعاليات الثقافية والفنية، مؤكدين أن ما حفرته في صخر الإبداع ورسمته لن يزول أو يموت، يغيب الجسد ويبقى الفن والموهبة أبد الدهر. ونتقدم من الصديق الأستاذ سعيد طه ومن جميع محبيك بخالص العزاء ومن روحك الطاهرة النقية ببالغ الحب والتقدير وبكل الشكر والامتنان. نامي في عليائك أيتها الأيقونة الذهبية، ومثلك لا يمتن أو يموتون. شكرا. منذ نشأتها تغني كل الأصيل بأصالة للكبار الكبار. لن تجد الكثير في هذه الأيام ممن يشبهها بجديتها واحترافها لفنها وجمالها. هي فنانة بالفطرة والتعلم، يكفي أن يقف عند صوتها الصافي الكبير ويشيد به ويدعمه قبل أن تصبح فردا من عائلته. ولأنها غنت في بعلبك ودار الأوبرا المصرية أو لكبار العمالقة، فهي قطعا على النقيض من الفن المنحدر الهزيل في أيامنا. لديها موهبة الكتابة والتلحين، فظفرت بمشاركة وألحان الصافي العظيم. تحمل دكتوراه فخرية من جامعة الشرق الأوسط في روما، دكتوراه فخرية من جامعة كندا، العديد من التكريمات. يسعدنا أن تحل بدارنا بقيمتها الفنية العالية ضيفتنا السيدة سهام عزور الصافي، تشاركنا هذا اللقاء الراقي للغائبة الحاضرة سحر طه. تفضلي، المنبر لك. مسا الحضور الحلو الراقي مثل السحر. شعراء الجنوب، تحياتي. ما في صوت، أنا لاحظتها. خلي لي إياكم أستاذ سعيد طه الصديق العزيز، بيسعدني اليوم وبيشرفني كون واقفة على هالمنبر
عم بحكي عن صديقة بعتز بفتخر إنه بيوم من الأيام عرفتها وبحب أقول كلمة. كساحرة من الأساطير سحر لحضورها بريق وشذا، لم يكن لموهبتها حدود، عشقها كل من عرفها، أما أنا فكانت هي أول من كتب عني في الصحف منذ بدايات الفنية مع الأستاذ الكبير وديع الصافي. بصوتها سحرتنا، بعزفها سحرتنا، بأدائها بتقديمها تميزت، بأسلوبها وسلوكها اختلفت عن باقي الفنانات. فكنت كلما تأملتها فوق خشبة المسرح تراءت لي كأنها لوحة تراثية رسمها فنان عبقري من بغداد. فكانت سحر. برحيلها تركت فينا أثر أليم لا ينسى، وفي نفس التاريخ أي 17 آب كان أيضا رحيل والدتي، فكيف لي بعد أن أنسى هذا التاريخ؟ ختاما، هنيئا لنا بمؤسسة سحر طه، وهنيئا للعراق وللبنان بفنانة مبدعة غنت تراثها وحملته إلى كل أقطار العالم. سحر بحبك. أنا قلبي على الوطن، كلماتي وألحاني. تعا نبني وطن ما تفرق الأديان، عمره تخطى الزمن يحمل اسم لبنان. تعا نرجع ماضينا والذكرى يلي فينا، ونسهر طول الليالينا تيبقى الوطن. تعا ايدك بايدي نرفع اسمه سوا، مثل الارز العنيدي ما تخاف من الهوى. تعا ايدك بايدي نرفع اسمه سوا، ومثل الارز العنيدي ما بيلويها الهوى. تعا نرجع ماضينا نتذكر اهالينا، ونسهر طول الليالينا عحدود الوطن. ما زال القلب عم يخفق مساكن، يا بيت بعهدك غيرك مساكن. الدنيا الدنيا وكل شي فيها مساكن، ما بتسوي منك حفنة تراب. بيتي ما برضى يصيب، بيتي أنا سلاحه، وما بتركوه للديب ولا بعير مفتاحه. انت الهنا والعز ايامك، والقصر منه قصر قدامك، عالي وعقصور الدنيا عليتنا يا بيت صامد بالجنوب. الله معك. يا بيتنا
وريحة أراضينا يا ريس عم بتنادينا، امشي وتربينا يا ريس من مينا المينا، ودينا بلدنا يا ريس تنشم ترابا. شكرا لكم استاذ سعيد، شكرا شكرا للحضور. ميرسي حبيبات قلبي، ثانك يو. اوله ذكاء فطري، خفة الظل وبسمة دائمة. جوهره موهبة ربانية فريدة لا تكتسب بالدراسة. هاجسه حب الوطن وعتبه الدائم عليه. مهمته عشق المرأة يواكبها بمراحل العمر. لا، المرأة كإنسانة. مهمته عشق المرأة يواكبها بمراحل العمر، بغزل لا تتوقعه، بمفردات سهلة ممتنعة، لكن دون أن يخدش حياءها أو قيمتها. ننتظر قصائده يومياً لنسعد بمولودته الفخمة العميقة الهادفة مهما كان الموضوع، لكن قلمه يهوى المرأة بعشق نظيف وغزل ظاهر، في الظاهر بريء، فتولد بكل غنجها وفرادتها وتمنعها. يضع يده على جرح الوطن بأسى وعتب ويأس قاطعا الأمل، لكنه ينتفض عليه كإنسان كريم في وطن أهان كرامة الشرفاء. الأستاذ حسين شعيب، اسمح لي إن كان يحق لي أن أصنفك كأهم شاعر زجلي ليس في الجنوب بل في لبنان بعد الشاعر زين شعيب. كلنا شغف لنسمعك، كلنا شغف لنسمعك تستذكر مثيلة لك بالالتزام. لك المنبر، تحية لسحر طه، تفضل. مساء الخير ومساء الشعر. ام رشيد عزيزي وغالية استاذتنا، بس كل اللي قالته عني قليل بحقي شوي. يا هالسحر، يا سحر يا خيمه، هات لنشوف. يا هالسحر، يا سحر بالسهرات، يا ساكرتنا قبل ما نعصر عنب، وما دخل الأوتار والريشات، إبهامك وسبابتك كانوا السبب. بنتذكرك بنغص بالدمعات وبنعتب وبنقول شو نفع العتب، شو مطلعة نصدورنا آهات، وشو مطلعة عنات من عود الخشب. كنت النقاوي والطرب كله، كنت الأصالة اللي ما بننساها. لو يسمعوك الناس ما يملوا، ينقال يا الله محلاها.
تغني الكلمة طالعة من الروح، والصوت ياخدنا معه ويروح. الكلمة اللي كنا نعيش معناها، اللحن اللي كنا فيه نتباهى، راحوا معاك يا سحرطة. ورابع سني وهيك الوتر فلتان، وما بتدقر الريشي بإيديك. رابع سني وهيك النغم عطشان، ما عاد عم تسقيه عينيك. رابع سني هالصوت ما بيرن، والعود لا بيعقل ولا بيجن، ورابع سني بنفتش عليك. لما عصابيعك غفي نسان، لما عصابيعك غفي نسان، وذبلوا زهوروا وعطرك تيتم، سافر عغفلي عمرك الآن، والقبر ضوى والمدى عتم. بقيتي كأنك عايشي بالموت، ولولا ما تمتم عشفافك صوت، رجع الصدى من قبرك وتمتم. شو أولي علي؟ لما عصابيعك غفي نسان، ودبلوا زهوره وعطرك تيتم، سافر عغفلي عمرك الآن، والقبر ضوى والمدى عتم. بقيتي كأنك عايشي بالموت، ولولا ما تمتم عشفافك صوت، رجع الصدى من قبرك وتمتم. بعده صدى صوتك مواسم زيت، وصبيع ديك ريحة زيتون. بعدك قصيدة عطر بيت وبيت، بتقلنا هيك الطرب بيكون. بعدك متل نخلة عضفة نهر، بعدك متل دجلة عواصف قهر، بتصرخ بوجه اللي الوطن بيخون، وحكم بأهلي أجنبي ملعون. وعلق سعيد العود، علق سعيد العود فوق الباب، بيتأمل وتينام عالسكايت، وبيسمع وبيدق لحن غياب، نقرا عتب نقرا ألف يا ريت. بيلف شعرك بالحلم تينام، تنقز بعينه عجقة الأحلام، وبيفوح صوتك من أراني البيت. علق سعيد العود فوق الباب، بيتأمل وتينام عالسكايت، وبيسمع وبيدق لحن غياب، نقرا عتب نقرا ألف يا رايت. بلف شعرك بالحلم تينام، تنقز بعينه عجقة الأحلام، وبيفوح صوتك من أراني البيت. شو كان بده صاحبي مني تيقول احكي عنك وعني؟ ما بحب احكي لو كنت مقهور، معتاد غني وافرح وهني، واليوم جاي وخاطري مكسور، وعارفك هونيك بالجني. رابع سني والارض ما بتدور، يلا تعي رح يزهق الجمهور، ناطرك تا تطلع تغني. أجمل ما نقوم به من خطوات في هذه الجمعية هو التلاقي مع جميع الأقطار العربية، فالسودان بنيله العظيم أطلع علينا بمثقفة رائدة هي سحر خيري،
سمر يا عمي سمر. سمر سحر إخوة، عضو مؤسس والمنسق العام للملتقى العربي الإفريقي، ناشطة حقوقية وباحثة لها كتاب بعنوان الاتجار بالنساء والأطفال، نشاط مشترك مع السيدة سحر طه في الملتقى العربي. السيدة سمر خيري تفضلي. مساء الخير. إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أشارك اليوم في هذه المناسبة الجليلة التي ننتظرها من في كل عام لنحيي ذكرى الفنانة العراقية سحر طه. سحر لم تكن فنانة عادية، كانت فنانة استثنائية بروحها الشفافة وما تختزنه في داخلها من طاقة حب وعطاء غمرت ما بيطلع الصوت بما تختزنه في داخلها من طاقة حب وعطاء غمرت بها عائلتها ومحيطها. فنانة وفية لم تتخلى عن جذورها وأصولها، فنانة مثابرة رسمت بعملها الإبداعي وشغفها بالفن والثقافة طريقا يخلد في الذاكرة. أيها الحضور الكريم، لقد حالفنا الحظ بأن علاقة مميزة جمعتنا بهذه الإنسانة العظيمة، والعلاقات تتفاوت في عمقها وعمرها، ولكن يبقى شعاعاً واحداً أشد وهجاً من شعاع الشمس هو الذي ميز علاقتنا بسحر، شعاع من الصدق والمحبة الخالصة. أول مرة التقيت بسحر كانت مصادفة قدرية بحتة، جمعتنا أمسية أدبية أقامتها سحر في منزلها لمناقشة رواية اكتشاف الشهوة للأديبة الجزائرية فضيلة الفاروق. لم أكن مدعوة لهذه الأمسية، جئت صدفة برفقة صديقة مقربة لي ولفضيلة. جلسنا أنا وصديقتي مبهورتين بجو الثقافة والمثقفين، كنا أصغر الحاضرين سناً ولم يكن قد سبق لنا أن حضرنا صالوناً ثقافياً. هناك رأيت سحر تطوف على الحضور بفناجين القهوة والحلوى، ورفيق دربها الأستاذ سعيد طه يستقبل الوافدين بوجه بشوش يمازح هذا وذاك. كما رأيت نخب المجتمع من أدباء وإعلاميين دكاترة ودبلوماسيين وغيرهم، رأيتهم وهم يخلعون عن أنفسهم سترة الشكليات والرسميات والمظاهر الكاذبة ويرتدون زي التواضع والعفوية والبساطة، يحتفون بالكاتبة وينقبون في مولودها الأدبي عن درر معرفية قيمة. بقيت أجواء هذه تلك الأمسية الساحرة عالقة بذهني لسنوات وسنوات، لحين أسسنا ملتقانا الملتقى النساء العربي الإفريقي. ونحن نحضر لحفل الافتتاح خطر لي أن أدعو الأستاذ سعيد طه ليكون ضيف شرف حفلنا المتواضع، وكم كانت فرحتنا عارمة عندما فاجأنا بحضور الفنانة سحر ومشاركتها لنا أجواء الطرب والغناء التراثي العراقي والسوداني. حبل الود لم ينقطع بيننا وبين سحر، وكأن القدر كان يريد أن يمنحنا مزيداً من اللحظات الجميلة معها لتبقى ذكراها خالدة فينا. ومن اللحظات التي لا تنسى أذكر عندما تجمعنا حولها في قصر اليونسكو وهي توقع كتابها من القلب إليهم، كانت تبدو زاهية بعباءتها مستبشرة بكتابها التي أرادته أن يكون تكريماً لفنانين تركوا بصمتهم في تاريخ الفن العربي. كانت مفعمة بالأمل وهي تحدثنا عن شدة إعجابها بالفنان السوداني سيد خليفة، والتي تعتبره قيمة فنية نادرة، فنان يستحق أن تكتب عنه في الجزء الثاني من كتابها من القلب إليهم.
لم يبصر الجزء الثاني من الكتاب النور، ولكن نور صحر بدا ساطعا وهي تضيء أمسيتنا الفنية التي أقامها ملتقانا في قصر اليونسكو احتفاء بالموسيقى السودانية. فكانت صحر نجمة المنصة تروي لنا وللحاضرين بشغف عن إبداع الفنان السوداني سيد خليفة، وتسمعنا مقاطع من أشهر أغانيه المامبو السوداني ازيكم كيفنكم، لتكون أمسيتنا تلك آخر عهدنا بصحر قبل أن تودعنا، تارك لنا رصيدا وافرا من الذكريات الجميلة التي جمعتنا سويا. ختاما أقول لصحر باسمي وباسم الملتقى النسائي العربي الإفريقي، شكرا لكل ما قدمته لنا من سند ودعم، وسلام على روحك الطيبة النقية التي ترفرف حولنا وتلهمنا طريق الخير والصواب وحب الوطن. شكرا للأستاذ سعيد طه على كل هذا الاحتواء، والشكر لجمعية تقدم المرأة في النبطية وللمجلس اللبناني الثقافي اللبناني الجنوبي، وتحية ألف تحية للجنوب وأهل الجنوب الطيبين. رفيق الدرب وحامل الذكريات في السعادة والألم، حاضن العود والأولاد، سفير مدينتنا في عالم الصحافة والثقافة، يشاركنا الذكريات مع عصفورة الغابات الأستاذ سعيد طه، تفضل المنبر لك. بشكر حضوركم وبشكر جمعية تقدم المرأة وبشكر المجلس الثقافي اللبناني الجنوبي على هذا التكريم لسفر سحر الرابع. حقيقة نحن كان في معنا شهادات من فنانين أصدقاء لنا ولسحر، ألقوا كلمات قصيرة في ذكرى سحر، لكن للأسف ما قدرنا نعرضها، وبحب أذكر أسمائهم بس: مارسيل خليفة، وليد توفيق، صبحي توفيق، أميمة الخليل، أحمد دوغان، وصديقنا الناقد صقر أبو فخر. على كل حال نتمنى أن نقدر نعرضهم بوسائل التواصل الاجتماعي. أنا الحقيقة ما عاد في يقول شيء بعد كل اللي قيل، وسحر باقي في قلوبنا، ومثل ما نحن بنقول سحر ما ماتت، سحر في سفر، واللي على سفر بيظلوا نحن منتظرين عودته في كل لحظة، فسحر باقي في قلوبنا. نحن كل اللي فينا نعمله واللي نحن سعينا فيه من 3-4 سنين وبدأنا العمل عليه، لكن ظروف لبنان الاقتصادية والأزمات اللي صارت والمصادرة الأموال اللي كانت مخصصة للمشروع بالبنوك وكل القضايا، نحن في صدد إنشاء مؤسسة سحر طه للموسيقى. هذه المؤسسة في عدة جهات دعمتها، هدفها هو تمكين المرأة من الغناء والموسيقى وتدريب الفتيات الصغار خاصة والأولاد على العزف والغناء وتشجيعهم على كسر المحرمات وإلغاء التابو بهذا الموضوع، وأن تكون المرأة صوت حرية مش عورة. نحن إضافة لهالشيء حيكون في دعم للفرق النسائية الموسيقية اللي موجود، وفي عدة فرق منهم فرقة عازفات عشترود اللي أسستها سحر بال2004، واللي بعد في منا بقايا عم نحاول نرجع ندعمهم ليستمروا. فرقة دارين صديقتنا وعدة فنانات منفردين، ونحن كمان واقفين لجنب الفنان الأصيل صديقتنا الكبيرة سهام الصافي لنكون جنبها ونستمر بمسيرتها لأنها صديقة وفية كمان. إضافة لذلك حتتم المؤسسة بتحديد جائزة للإبداع الموسيقي بالمواهب الفتية، حتكون سنوية إن شاء الله بعد انطلاقتها، وحيكون هناك إصدار لمجموعة من السيديات والحفلات اللي عملتها سحر وتسجلت لكن ما أتيح إصدارها بالسيديات. اليوم سحر عندها يمكن 6-7 أو 8 سيديات. أصدرنا سنة 2018 بعد وفاتها سيدي بيتضمن حفلتها بأوبرا القاهرة،
سحطها في أوبرا القاهرة، وكنا مستمرين بإصدارهم إضافة للأجزاء الثانية من الكتابات الموسيقية اللي ذكرتها زميلتنا سمر واللي حنصدرها تباعا لأنها كلها موجودة ومنشورة كانت بالجريدة المستقبل. وهذا كل ما فينا نقدر نعمله، أنه نستمر معكم، تبقى سحر معنا وأنتم معنا والله معنا. شكرا لحضوركم وإلى اللقاء في مناسبات أخرى.